السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع فيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو بتاع النهاردة بإذن الله هعلمك ازاي تنقل وتنسخ الملفات بتاعتك بسرعات خيالية. لو حابب تعرف هنعمل ده مع بعض ازاي، تابع معايا الفيديو للنهاية. قبل ما نبدأ الفيديو بإذن الله، أرجو طبعا إن أنت تدعمني باللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلك منا كل جديد. الخطوة الأولانية اللي أنا هعملها إن أنا هفتح المتصفح بتاعي وأجي في محرك البحث من فوق. هضع الرابط اللي انا ان شاء الله هتركه لك في قلب صندوق الوصف بتاع الفيديو واضغط على انتر. هيفتح معانا طبعا صفحة البرنامج اللي احنا هنستخدمه، اسمه تيرا كوبي. طبعا البرنامج ده من افضل واسرع البرامج اللي بتستخدم في النسخ ونقل الملفات بسرعات خيالية. نضغط طبعا على داونلود. هننتظر طبعا لحديت ما يبدأ يظهر معايا اللي هو الخانة بتاع التحميل ديت. هضغط عليها. تمام، هيظهر معايا الملف على طول. هو الملف حوالي 10 ميجا. هضغط على تحميل وانتظر لحديت ما ينتهي معايا الملف من التحميل، واوري لحضرتك ازاي هنسطبه وفي نفس الوقت ازاي هننسخ الملفات بسرعات خيالية عن طريق هذا البرنامج. تابع معايا الفيديو للنهاية. بعد ما انتهينا من تحميل الملف هضغط على طول على فتح. تمام، وانتظر لحديت ما يبدأ عملية السطب. تمام، لحظات بسيطة. تمام كده، هضغط على accept و next. طبعا دي اللي هي انواع الملفات اللي هو بيدعمها في عملية النسخ والنقل. هضغط على next واضغط على install. اقول له نعم. هنتظر طبعا لحديث ما البرنامج ينتهي من عملية استطاب. لحظات بسيطة، تابع معايا الفيديو للنهاية. كده طبعا البرنامج انتهى من عملية السطب. هضغط على فينيش. تمام، هبدأ اوري لحضرتك تجربة عملية على عملية نسخ الملفات باستخدام هذا البرنامج. انا هاجي هنا اعمل فولدر جديد، مجلد جديد. هفتح الفولدر ده. تمام، هنزله تحت. هاجي مثلا عندي على اي ملفات على جهاز الكمبيوتر واوري لحضرتك ساعة ما اجي انقلها هينقل بسرعة عاملة ازاي. اجيب مثلا فيلم، مثلا اقول مثلا افلام عربي قديمة. عندي طبعا مجموعة من الافلام العربي. هفترض ان انا هاخد مثلا الاربع افلام دول، اروح مظللهم وابدأ اخد عملية نسخ. هرجع افتح الفولدر بتاعي. تمام، تابع بقى معي. هضغط كليك يمين واجي اعمل عملية لصق. لما تيجي حضرتك هتعمل عملية لصق هيبدأ يعمل لك خيارات معينة. الخيار الأولاني ده اللي هو النسخ عن طريق البرنامج اللي موجود في قلب الويندوز. طبعا أنا مش هستخدمه لأن ده برنامج بطيء، لا أنا هستخدم بقى البرنامج اللي أنا سطبته اللي هو اسمه تيرا كوبي. هبدأ أضغط عليه. تمام، ولاحظ حضرتك سرعة نسخ الملفات زي ما حضرتك شايف. الفيلم ما بياخدش لحظات بسيطة وينتهي من عملية النسخ زي ما حضرتك شايف كده. أربع أفلام اتنقلوا معايا في ثواني، ما كملناش مثلا خمس ست ثواني. طبعا برنامج خطير جدا في عملية نسخ الملفات زي ما حضرتك شفت بنفسك. طبعا بكده الفيديو بتاعنا النهاردة يكون انتهى. لو انت استفدت منه وتعلمت شيء جديد ما تنسانيش طبعا من اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلك منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.